أنهى معرض الخرطوم الدولي في دورته 36 بالمشاركة الواسعة من الشركات العالمية والإقليمية والوطنية في المعرض، والذي أقيم خلال الفترة ما بين 21 وحتى 28 من الشهر أو من شهر يناير الجاري. وقال وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى كرامة لدى مخاطبته المعرض إن هناك 15 دولة من مختلف أنحاء العالم و500 شركة عالمية وإقليمية ومحلية شاركت في المعرض. وأكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة ستتعاون مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتحقيق ما تبغي من أهداف. وأضاف أنه مع الانفتاح الذي يشهده السودان على المستوى الإقليمي والدولي، وقال إنهم سيستمرون نحو الانطلاق لأفاق أرحب في نشاط التجارة مع شركائنا على النحو التجاري والثقافي والاقتصادي. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة الدكتور مدثر عبد الغني إن المعرض أقيم في ظل مرحلة اقتصادية حساسة، ويهدف لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري في إفريقيا والتي تعد من أكبر الأسواق، وإن السودان يعد بوابة للاستثمار في الأنشطة التجارية لما يتمتع به من موارد متجددة. وللتعليق حول إيجابيات معرض الخرطوم الدولي معنا عبر الهاتف مدير الإدارة العامة للمعرض والفندقة والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الأستاذ عمر إبراهيم. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور عليكم. حياك الله. يعني كيف تقيمون نسخة معرض الخرطوم الدولي رقم 36 مقارنة مع الأعوام الماضية؟ الدورة 36 لمعرض الخرطوم الدولي انعقدت في الفترة من 21 إلى 28 شهر يناير، انتهت قبل 3 أيام. دورة كانت جيدة جدا، شاركت فيها عدد كبير من الدول، أكثر من 15 دولة بشركاتها وأكثر من 300 شركة سودانية. إجمالي الشركات التي ساهمت في هذا المعرض حوالي 500 شركة محلية وأجنبية. تفضل أسمع. نعم. كانت الدورة 36 مثلها مثل الدورات السابقة، هي تجمع عدد كبير جدا من الشركات المحلية والعالمية لتعرض منتجاتها والثقافة، وأيضا عدد من الولايات وعدد من الجهات التي تعرض ثقافاتها وإمكانياتها السياحية والاستثمارية المختلفة. كل هذه الأنشطة والفعاليات تجمعت في معرض الخرطوم الدولي في أرض المعارض ببري، وكان يعني مهرجان ومعرضا كبيرا أمه كثير جدا من الزوار من داخل الخرطوم من الولايات. نعم أستاذ عمر، يعني ما هي النتائج المتوقعة، النتائج الاقتصادية المتوقعة للمعرض؟ الدورة 36 مثلها مثل الدورات السابقة، دائما يكون هناك مركز رجال الأعمال تنظيمه الشركة السودانية بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية. هذا مركز رجال الأعمال هذه السنة في هذه الدورة شهد الكثير جدا من الاتفاقيات، كما شهد أيضا ندوات اقتصادية تحدثت عن كثير جدا من الجوانب التي تهم المستوردين والمصدرين من نواحي الجمارك، من نواحي سهولة الإجراءات في خروج ودخول البضائع المختلفة. أيضا كان هناك ندوات عن المناطق الحرة، كانت هناك ندوات عن الاستثمار، فكانت ندوات إيجابية كبيرة جدا شارك فيها عدد كبير جدا رجال الأعمال من داخل وخارج السودان. نعم أستاذ عمر، يعني من خلال هذه المنتديات أو الندوات التي أقيمت على هامش هذه الدورة لمعرض الخرطوم الدولي، يعني كيف قيم الخبراء الأجانب المنتج السوداني وطريقة الترويج له؟ أكيد هي المعارض طبعا هي المنصة الرئيسية الآن في كل العالم للترويج للمنتجات ولتحسين المنتجات سواء للصادر أو للاستيراد أو الإنتاج عموما، لأن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في التغليف، في المحافظة على السلع، في نقلها يكون دائما في المعارض الدولية. فكذلك كان معرض الخرطوم الدولي فرصة طيبة لأنه الشركات الكبيرة السودانية ومن خارج السودان عرضت منتجاتها، أحدث منتجات لها، ووجدت يعني إقبال جيد جدا من الجمهور، وإقبال خاص جدا من الشركاء التجاريين. يعني عدد من الصفقات تمت بين مستوردين سودانيين ومصدرين أجانب، وكذلك أيضا من مصدرين سودانيين ومستوردين من خارج السودان. نعم أشكرك جزيلا الأستاذ عمر إبراهيم مدير الإدارة العامة للمعارض والفنادق والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.